حبك للعالم جيت مت عشان يا رب بقيت من حبك. يسر كنيسة شادو ماونتن المعمدانية العربية في الكامون أن تدعوكم لحضور اجتماعات روحية بمناسبة الميلاد المجيد مع المرنم المحبوب القس زياد شحاده، وذلك يومي الجمعة والسبت في 12 و13 كانون الأول ديسمبر الساعة 6 مساء، ويوم الأحد في 14 منه الساعة 10:30 صباحا. العنوان 402 East Washington Avenue الكامون. رعاية الأولاد مؤمنة حتى سن 10. ستكون هناك فترة شركة وضيافة بعد نهاية البرنامج يوم الأحد. راعي الكنيسة القس روبير الحلو.